حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قالت ارايت ان جئت ولم اجد كانها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم ان لم تجديني فاتي ابا بكر